مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. البداية بالبطولة الوطنية لكرة القدم، البارحة تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج في ملعب 7 مارس. نادي صفاقس انتصر على اتحاد بن قردين بنتيجة 2-1. اتحاد المكان افتتح النتيجة في دقيقة 28 عن طريق اللاعب وضاح الزايدي، وفي الشوط الثاني سياسيس عدل النتيجة في مرحلة أولى عن طريق المدافع علي غرام في دقيقة 58، قبل ما يتمكن محمد كونتي من تسجيل هدف الفوز في دقيقة 87. بالنسبة للمقابلة الثانية دارت في ملعب وجمع الكميتي، وانتهيت فوز الأولمبي البيجي على حساب الترجي بنتيجة 2-0. هدفي الأولمبي حملوا توقيع كل من محمد با في دقيقة 6 وعثمان السعيدي في دقيقة 88. المدرب المساعد للترجي أنيس البوسعيدي كان حكى مع مراسلنا في بيجا بخصوص المقابلة هذه، وهو شنو قال. نعرف مليح اللي ادفيرسير سوتو جينا لبيجا باش نلعبوا المقابلة تاعنا، ادفيرسير ربح ماتش دو فينال مترشح النهائي، دونك معنوياته مرتفعة، حضرنا مليح المقابلة تاعنا. نعرفوا البيجا قوي في لي كونتر وسورتو في يعني التحول من الدفاع للهجوم. حاولنا من الاول نعملوا انطام باهي، مالوريزمون ما دخلناش مليح في المقابله. هدف جاء عن طريق خافه ممكن تاع تمركز، خسرنا كوره وقت في وسط الميدان، لا وما لازمناش نخسروا كوره وكونتر ديريكتومون. هدف الاولاني صعب علينا ماموريه، ولكن يعني فريق يهاجم وفريق يدافع، فريق في المنطقه نتاعو، كثافة دفاعية نتاع أولمبي بيجي خلقتنا، خلقنا فرصة. رياض في الشوط الثاني كان براتيكمون عندنا الكل، تعرف حتى كيف يعني تسيطر البيجي، كان مختار سوتو في لي كونتر اتاك، شاك فوا دوما يعني دوما يريكوبير الكرة يلعب ديريكتومون على ليزاتاكون نتاعو، خلقونا برشا باللي كونتر اتاك. نعطيكم ترتيب مجموعة التتويج بعد اختتام الجولة الثالثة. في الصدارة نلقاو النجم الرياضي الساحلي ب 12 نقطة، في المرتبة الثانية نلقاو ثلاثة فرق هي النادي الافريقي والاتحاد المنستيري والترجي بثمانية نقاط، في المركز الخامس نلقاو اتحاد بن قردين بستة نقاط، في المركز السادس النادي الصفاقسي والاولمبي البيجي بخمسة نقاط، ويتذيل الترتيب اتحاد تطاوين بنقطتين فقط. بالنسبة للجولة القادمة باش تتلعب على ثلاثة دفعات، هات نعطيكم البرنامج. الدفعة الأولى نهار الأحد 23 أفريل مع ماضي ثلاثة في تطاوين، اتحاد المكان يستضيف اتحاد بن قردين، وفي الطيب المهيري في نفس التوقيت النادي الصفاقسي يستقبل الأولمبي البيجي. نهار 3-25 أفريل ملعب رادس يحتضن مباراة القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، ونهار 4-26 أفريل اتحاد المنستيري يستضيف النادي الإفريقي. من البطولة الوطنية نمشيو للمسابقات الإفريقية. نهاية الأسبوع الترجي والاتحاد المنستيري باش يستاهلوا مشوارهم في الدور الربع النهائي. في الشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي يتحول للجزائر، وين باش يواجه نهار الجمعة 21 أفريل وفريق شبيبة القبيل الجزائري. المقابلة باش تنطلق مع 8 متاع الليل بتوقيت تونس، باش تتلعب على أرضية ملعب 5 جويليا. وبالنسبة لكأس الكاف ديما الحساب ذهاب الدور الربع النهائي، الاتحاد المنستيري يستضيف نهار الأحد 23 أفريل فريق أسيكابي جون إيفواري. المقابلة باش تدور على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، وباش تنطلق مع 5 متاع العشية. نحكيو هوند مبروك للمنتخب الوطني أوسط اللي توج البارح بلقب البطولة العربية بعد ما انتصر في الفينال على حساب نظيره السعودي بنتيجة 34-25. ذكروا لي اللقب بهذا هو الثالث في خزينة المنتخب بعد تتويجه به سنتي 1999 و2001. الكرة في أوروبا اليوم باش تتلعب ثلاثة مقابلات في أبرز البطولات الأوروبية، هات نعطيكم البرنامج. في الكالتشو الإيطالي 8:15 فيرونتينا يستضيف أتلانتا، في البريمير ليغ 8 متاع الليل ليفربول يحل ضيف على ليدز يونايتد، وفي الليغا الإسبانية 8 كذلك سيلتا فيغو يواجه ريال مايوركا. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور. أكثر تفاصيل تلقاوهم على سيتنا tunisienumerique.com. نتقابلوا في موعد لاحقا. باي باي الناس الكل.